أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها مناورات لجيش سوريا الحرة في منطقة التنف على الحدود الأردنية، وقمة عربية في الجزائر بعد انقطاع لسنوات، وأخيرا آخر ما أسفرت عنه الانتخابات الإسرائيلية. في محورنا الأول، تبدلات وتطورات كثيرة تشهدها البقعة الجغرافية المعروفة باسم قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، واللاعب الأساسي فيها جيش مغاوير الثورة، والذي افتتح عهدا جديدا باسم جديد حمل جيش سوريا الحرة، كذلك قيادة جديدة وتحركات جديدة أيضا. ما الذي يمكن أن يحمله تغير في الأداء والدور في قابل الأيام؟ تقف وراءه رغبة أمريكية ربما تسعى إليها واشنطن في ظل تغيرات متواصلة تعيشها الجغرافيا السورية خلال السنوات الأخيرة الماضية. فماذا تحمل دلالات التحركات في جيش سوريا الحرة؟ أما في محورنا الثاني، قمة عربية جديدة، ولعل العبارة تفوق حجم دلالتها وتتسع عن المأمول والمنتظر في منطقة تعج بالمصائب والكوارث والحروب، وفي حين كان ينتظر أن تأتي الجامعة العربية بحل ينهي مأساة الناس في المنطقة، فإن جل ما يمكن أن تضيفه مباركة لجهود كثير من الأنظمة في قمعها واضطهادها، وربما مساع لا تخفى هنا وهناك لإعادة نظام الأسد الذي أمعن في شعبه قتلا وتنكيلا، قبل أن تصطدم تلك الجهود بجدران رفض دولي لم تتمكن من تجاوزها. فيكون لابد من السؤال هنا حول الهدف من تلك القمة الورقية، وماذا يمكن أن تضيف، والذي يبحث عن الحلول ربما يكون الجزء الأكبر من المشكلة. أما في محورنا الأخير، نتابع معكم تطورات الانتخابات الإسرائيلية، وتلك عملية انتخابية مكررة تشي بشيء من الغموض عن واقع الحال المأزوم في الداخل الإسرائيلي ما بين صراع اليمين واليسار، يصبح الصوت العربي مرجحا في حال كان للمشاركة حضور. فكيف يمكن أن يرسم المشهد في إسرائيل عقب الانتخابات الحالية، ومن سيعلو صوته في نهاية المطاف؟ أجرى جيش سوريا الحرة مناورات عسكرية في محيط قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية، وقال الجيش عبر معرفاته الرسمية أن جهوده مستمرة للحفاظ على سلامة المنطقة، وأنه يعمل على تحسين الحالة وضمان سلامة المدنيين، مشيرا إلى أن استقرار ودعم سكان المنطقة هو عنصر أساسي. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من غازي عنتاب العقيد عبد الجبار العقيدي، كذلك من غازي عنتاب ينضم إلينا من أنطاكيا ينضم إلينا الباحث في مركز جسور للدراسات فراس فحام. ولكن سأبدأ مع عضو المكتب الإعلامي بجيش سوريا الحرة خالد العلي، معنا من الركبان عبر خدمة سكايب. سيد العلي، مساء الخير. ما طبيعة المناورات التي أجراها مؤخرا جيش سوريا الحرة
في منطقة 55. مساء الخير همام، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولقناة سوريا. طبعا جيش سوريا الحين الحرة المتواجد ضمن منطقة 55 يجري مناورات مستمرة، يعني مناورات دائمة لتحفيز المقاتلين على القتال والدورية، والعقيد عبد الجبار عقيده ضابط ريال بهذه التدريبات لرفع لياقة المقاتل وأن يكون المقاتل على جاهزية تامة. البعض يسأل هل لدى الجيش أي مهام جديدة في إطار التحديثات الأخيرة عليه وعلى هيكليته، حتى أن هذه التحديثات شملت الاسم؟ طبعا جيش سوريا الحرة هو نواة لجيش سوريا، نتطلع أن يكون نواة لجيش سوريا المستقبل، يعني هو جيش من أبناء سوريا في البداية والنهاية. صحيح أنه يتلقى دعم من القوات الصديقة التحالف الدولي متمثل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو من أبناء سوريا، يعني نتطلع أن يكون حقيقة نواة جيش مستقبلي لسوريا كاملة. إلى هنا أود أن أشكرك جزيل الشكر عضو المكتب الإعلامي في جيش سوريا الحرة خالد العلي، كنت معنا من الركبان، وأود أن أعتذر أيضا للمشاهدين عن رداءة الصوت من المصدر. أرحب بك مجددا عقيد عبد الجبار، مساء الخير. بالنظر إلى التحركات التي يقوم بها جيش سوريا الحرة منذ أسبوع أو أكثر إلى اليوم، ماذا يفهم فيما لو كان هناك مهام جديدة ألقيت على عاتق الجيش؟ أولا مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يعني هذه التدريبات تدخل ضمن الوضع الطبيعي لكل جيوش العالم ولكل القوى العسكرية التي هي دائما بحاجة لتدريبات ومشاريع تكتيكية ومشاريع قتالية وإعادة تأهيل عناصرها ورفع لياقاتهم ورفع كفاءاتهم القتالية والبدنية، ويعني حتى لا يحصل ترهل. هذا موجود في كل الجيوش، حتى عندما كنا في جيش النظام هناك دائما يعني شبه تقريبا شهري في هناك دورات، دورة قائد كتيبة ودورة عفوا مجموعة قائد كتيبة ومجموعة قائد لواء ومجموعة قائد سرية لحتى للضباط بشكل شهري، فدائما يجب أن يكونوا على تواصل مع العلم العسكري ومع التدريب ومع السلاح الجديد الذي يحصلون عليه والمشاريع والكفاءة، إن كان في الرمي أو في التكتيك وفي غيره استخدام كل هذه الأسلحة، وأيضا القيام بمناورات عسكرية تحاكي معارك مفترضة مع عدو موجود وليس مفترض قد يحصل في أي وقت. فبالتالي هذا الشيء الطبيعي، انتقال بالعناصر إلى حالة قتالية وجاهزية قتالية تكون عالية، ودائما أن يكونوا جاهزين لاحتمال أي وضع جديد يطرأ. يعني الآن جميعنا يعلم بأن هناك تفاهمات دولية وأقليمية بوقف الاقتتال أو منع أي عمليات عسكرية ضد نظام عصابة دمشق، ولكن هذا يعني ليس ثابت، هذا متغير، قد يطرأ مستجدات جديدة، قد يطرأ مستجد جديد وشيء جديد من خلال الوضع الدولي الآن، من خلال حرب أوكرانيا، من خلال يعني الملف النووي الإيراني، ويعني عرقلة هذا الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والغرب وإيران، وبالتالي يعني الولايات المتحدة والقوى الدولية التي الفاعلة في سوريا ولها قوات ولها أدوات في سوريا، هي بحاجة أن يكون هذه الأدوات دائما على أهبة الاستعداد لأي عمل أو تطور جديد. وبالتالي يعني هذا الفصيل هو فصيل من المكون العربي الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى قوات قسد، وبالتالي هو يجب أن يكون على أهبة الاستعداد وجاهزية كاملة لمواجهة ربما النظام، ربما الإيرانيين، وربما أيضا الروس. وبالتالي أيضا رسالة دائما إلى قسد حتى لا يتفردوا بالساحة ويفرضوا شروطهم على الولايات المتحدة بأنهم هم الوحيدين موجودين في الساحة، والولايات المتحدة تعلم يقينا بأن قسد لديها ارتباطات مع قنديل ولديها ارتباطات مع إيران، وبالتالي وعمليات وثيق، يعني ارتباط وثيق
وعضوي مع البي كي كي الذي هو لديه أيضا علاقات قوية ويتلقى الأوامر من طهران، وبالتالي ربما إذا احتاجت للتصدي للميليشيات الإيرانية ربما تكون قسد ترفض هكذا عمليات، وبالتالي يجب أن يكون هناك فصيل آخر من المكون العربي يجب أن يكون على أهبة الاستعداد وأن يكون جاهز ويتلقى تدريب قوي وجيد. هناك من يذهب بتحليلها عقيد عبد الجبار إلى أنه ربما يكون لنشاط الجيش توسع في رقعة نشاطاته، هل توافق على هذا الطرح مستقبلا؟ يعني مستقبلا ممكن، لا أحد يدري ما هو المستقبل، ما هي المستجدات التي ستطرأ، ولكن وجهة نظري الآن هذا الفصيل يكفيه الآن بظل طبعا الوضع الدولي ومنع والاتفاقيات، إن كان أستانا في الشمال وإن كان الاتفاق بين الروس والأمريكان والإسرائيليين في الجنوب بمنع أي قيام بعمليات ضد النظام. إذا استطاع هذا الفصيل تحقيق حماية مخيم الركبان وحماية أهلنا في هذا المخيم وتحسين ظروف هذا المخيم الذين نشهد كل يوم حالات عودة بعض الناس إلى النظام نتيجة الظروف الصعبة والقاسية جدا، يعني حتى الماء يكادون لا يحصلون عليه، حتى ماء الشرب، وبالتالي إذا استطاعوا توفير الحماية وتحسين ظروف أهلنا في هذا المخيم فهذا هو إنجاز بحد ذاته في ظل هذه الظروف، وفي المستقبل بالتأكيد لن يبقى الحال كما هو عليه وقد يكون هناك مستجدات. هذا الفصيل هو جاهز لكل المتغيرات، وأنا قلتها من قبل على قناتكم الكريمة بأن يعول على هذا الفصيل فعلا أن يكون الانطلاقة من هذا الفصيل باتجاه، لأنه هو الأقرب إلى دمشق، الأقرب إلى العاصمة، إذا عندما تتوفر الشروط والإرادة الدولية لإسقاط هذا النظام قد يعتمد على هذا الفصيل. سيد فحام أرحب بك مجددا، يبدو أن مهام الجيش تتعدى المهام العسكرية واللوجستية لتشمل النشاطات الإنسانية مع ما تبعناه مؤخرا من نشاطات يرعاها جيش سوريا الحرة كما سمي من جديد، برأيك هل من تغير، بتقديرك هل من تغير محتمل في دور هذا الجيش في المنطقة؟ مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. نعم المتغيرات واضحة همام، هناك يعني حتى تسمية الجيش تحويل اسمه من جيش مغاوير الثورة إلى جيش سوريا الحرة هذا له دلالاته. هناك حديث يجري عن مخطط أمريكي لرفع عديد هذه القوات إلى 3000. لو عدنا بالذاكرة إلى عام 2018 كان هناك يعني في أعقاب التسوية التي حصلت في الجنوب السوري بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول العربية، كان هناك محاولة لتعميم هذه التسوية لتشمل قاعدة التنف ومخيم الركبان، تفكيك المخيم وتفكيك قاعدة التنف مقابل ضمان إبعاد الميليشيات الإيرانية عن المناطق الحدودية في الجنوب وفي الشرق. لكن الآن ما يجري هو العكس، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية زادت مؤخرا من نشاطها العسكري في منطقة شمال شرق سوريا وفي منطقة التنف. هناك إنشاء لنقاط عسكرية جديدة في شهر أيلول سبتمبر تحديدا، كان هناك إنشاء للمزيد في للنقاط العسكرية في منطقة نقارة في القامشلي على مقربة من قاعة القامشلي الخاضعة لسيطرة روسيا من أجل مراقبة النشاط الروسي والإيراني. أيضا بعد ذلك تلاهوا مناورات عديدة، زيارات عديدة أجرتها القيادة المركزية الأمريكية إلى قاعة التنف قبل تحويل اسم الجيش جيش مغاوير الثورة إلى جيش سوريا الحرة، في مؤشر واضح على أن هذه القاعدة قد ينطلق منها نواة جيش مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لمنافسة المؤسسة العسكرية للنظام السوري. بتنا مؤخرا نلاحظ أن هناك اهتمام أمريكي في هذه المنطقة، اجتماعات زيارات دورية للضباط الأمريكان مع رفع العلم الأمريكي خلال اللقاءات، وأيضا قائد جيش سوريا الحرة يضع عشارة القيادة المركزية الأمريكية وهذا له دلالاته. الآن هناك تقديم مساعدات ومعونات طبية لأهالي مخيم الركبان، هناك اعتناء في هذه المنطقة لأن هذه يعني كان هناك
مطالب روسية سابقة بتفكيك هذا المخيم وإدخاله ضمن عملية التسوية، لكن واضح الآن هناك اتجاه عكسي قد ينتج عن ذلك أو قد يؤدي هذا المسار، مسار الدعم الإنساني والدعم الطبي، إلى تطويع المزيد من المقاتلين الشبان القاطنين في المخيم، وهم بطبيعة الحال غالبيتهم من الشريحة المناهضة للنظام السوري. فنحن نشهد الآن نوع من المؤشرات على مزيد اهتمام أمريكي في المنطقة. هناك أيضا تدفق دفعات سلاح جديدة إلى شمال شرق سوريا. واضح أن هذا الاهتمام ازداد في أعقاب الحرب الأوكرانية والتوترات التي حصلت بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن كنا نتحدث في بداية العام الحالي في بداية عام 2022 عن انطلاق الحوار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن لمناقشة الملفات الخلافية بما فيها سوريا قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا ويرتفع منسوب التوتر. أيضا من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية عن محاولات أو عن الأحاديث التي تدور أو عن المؤشرات التي ظهرت من الدول الراعية لمسار الستانة حول توجهها لعقد تسوية ما أو تفاهم ما في سوريا. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول بأنها حاضرة في المشهد السوري ولا يمكن إنجاز حل سياسي بتجاوز واشنطن. عقيد عبد الجبار، كيف يمكن تقدير الموقف الروسي أو الإيراني إزاء هذا الدعم أو هذه المتغيرات في المنطقة؟ يعني الموقف الروسي بالتأكيد هو رافض، بالتأكيد الموقف الروسي يريد أصلا فكفكة وحلحلة كل فصائل المعارضة والقضاء عليها نهائيا. هو لا يختلف عن النظام بشيء، والإيرانيين طبعا نفس الوضع، يتمنوا حتى لو يقتلوا جميع كل من قال للنظام لا، كل من يريد إسقاط النظام، وبالتالي لن يكونوا راضين. ولكن برأيهم ليسوا في وضع يستطيعوا مجابهة الولايات المتحدة في هذه المنطقة ورفض أي مشروع تدعمه الولايات المتحدة. وهناك تجربة لفاغنر عندما حاولوا الاقتراب من القوات الأمريكية والمجزرة التي حصلت بحقهم. فبالتالي هم غير موافقين بالتأكيد، ولكن لن يجرؤوا على فعل أي شيء أو الاقتراب باتجاه منطقة التنف أو منطقة شرق سوريا المدعومة من الولايات المتحدة. وهم دائما عندما يعجزون في تلك الأماكن يصبون جام غضبهم في الشمال الغربي من سوريا في مناطق إدلب، ويقصفون ويقتلون المدنيين الأبرياء في هذه المناطق. هل من مؤشرات عقيد عبد الجبار لزيادة واشنطن لعديد وعتاد هذا التشكيل العسكري في منطقة 55؟ يعني هذا محتمل. واضح الاهتمام الولايات المتحدة بهذا الفصيل كما قلت، أولا اهتمامها ليكون هناك أيضا فصيل من المكون العربي وليس فقط من قوات قسد التي يعني عمادها الأساسي هم البي واي دي والبيكاكي. وبالتالي ربما هذا الفصيل كما شاهدنا أيضا منذ الحرب الأوكرانية والاهتمام الكبير بهذا الفصيل، وشاهدنا يعني تغيير و يعني تصدير دماء جديدة وقائد جديد وتغيير الاسم، يعني كل هذا يعني ضمن الاهتمام، واضح بأن هناك اهتمام أمريكي بهذا الفصيل. وكما قلت إذا طرأت مستجدات جديدة على الوضع الدولي والإقليمي في الملف السوري سيكونون هم هذا الفصيل سيكون هو رأس الحرب باتجاه دمشق إن شاء الله. شكرا جزيلا لك العقيد عبد الجبار العقيدي، كنت معنا من غازي عنتاب. سنستأنف الحوار مع فراس فحام لكن بعد فاصل قصير في محور آخر من سوريا اليوم، ابقوا معنا.